السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هناخد إزاي نعمل جيبة البوليسيه، هتاخد قماش قد إيه، وهنجهزها إزاي قبل ما نبعتها تتضغط الكسرات بتاعتها. تعالوا نشوف الخطوات. الخامة بتاعتها يا جماعة ممكن تكون شيفونات زي اللي أنا هشتغل عليه ده دلوقتي، او تكون حراير، او تكون اي قماش يكون فيه نسبة بوليستر. لو القماش اقطان قطن صافي مش هينفع يتضغط، ولو اتضغط هيفك مع الغسيل. تعالوا نشوف بقى خطوات العمل. الجيبة البليسية يا جماعة لو طويلة بتاخد مترين قماش، المترين القماش عرض 150، دول كده كانوا مترين متصلين، يعني ده متر وده متر، عرض 150 بيبقى ده كده زي ما قلت كده، العرض 150 وده 1 متر، ده كان متر وده متر، فصلناهم هما الاتنين وبقوا الاتنين كده فوق بعض. اصبح عندي كده طول الجيبة كده متر قماش، والعرض بتاعها كده كله 3 متر. افرديها كده هيبقى هنا متر ونص عرض وهنا متر ونص عرض، فهتبقى 3 متر قماش. اول حاجة بتعمليها ايه؟ ان انت بتوصلي جنب واحد منها بس اللي هو الجنب ده، وبعد ما بتوصليها بتتني الديل بتاعها وتسرفليها من الاطراف. دي كده يا جماعة تنينا الديل اهو، وسرفلنا كده الاطراف بتاعتها وقفلنا الجنب بتاعها. وزي ما هعيد تاني، ده كده كان طوله متر وعرضه كده 150، وده متر وعرضه 150 لو طويلة. لو قصيرة هتاخد الطول اللي انت عايزاه بس العرض برضو هيكون 150. خلاص كده تنينا الديل وقفلنا الجنب، دي زي ما هي كده بتروح للعامل اللي هو بيضغطها، بيضغط الكسرات بتاعتها، وده بيكون يعني ايه اللي عندهم لوازم الخياطة، هما اللي أحيان بياخدوها بيودوها للعامل المختص بيضغطها ويجيبها. بعد ما بتتضغط بتبقى بالشكل ده، دي كده زي ما احنا شايفين متن ديلها اهو، وبتيجي بقى مضغوطة بكسرات كده. الكسرات دي هي طبعا بتيجي ملفوفة في ورق، الكسرات الصغيرة دي بتقعد الأول تلميها على المكنة كده، تخيطيها كلها على المكنة كده من فوق تلميها خلاص. وبعد كده بنعمل لها قمر أستك، غالبا بيكون أستك أو قمر منها من نفس القماش. الأستك يا إما بيبقى من النوع ده عريض قوي، بعد ما بنعمل الكسرات بيتركب بيتخيط كده من فوق الوش من الجزء ده، أو بيكون بالشكل ده برضو بيتخيط عليها كده. هلم الكسرات وهوريها لكم. كده يا جماعه خيطت الكسرات بتاعتها اهي، باينه اهي. بعد كده يا بنجيب الاستك العريض خالص اللي هو بالشكل ده، والخياطه هتبقى في الجزء اللي هو عامل زي كورنيش رفيع كده بيتحط كده فوق الوش كده، وده متوفر وبيتخيط كده من فوق الوش بحجم الوسط اللي انت عايزاه، او استك زي ده كده برضو هيتخيط كده من فوق الوش كده، بتشديه طبعا بالحجم بتاع الوسط بتاع المريح للوسط نفسه، ما يبقاش واسع ولا يبقى مشدود. او بتعملي قمر من نفس الخامة بتاعتها قماش، وفي الحالة دي كنت هتشيلي جزء من العرض بتاع القماش تعملي منه القمر. لو قمر بقى قمر قماش بنقصه كده ونخيطه عادي. بيتخيط كده وش الوش، وبعدين بيتقلب وبعدين يتني عليها، ده لو قمر قماش. بعد كده بنقفل الجنب وبعدين بنركب السوستة، ده لو ليها سوستة، لكن هي في معظم الأحوال بيبقى لها أستك، بيبقى متركب لها الأستك، فأنا هركب لها الأستك ده. وبعد ما هركبه هنشوفه، زي ما قلت كده هيتحط الأستك كده وهيتخيط من فوق الوش كده.
زي ما انتوا شايفين كده انا هخيط الاسك من فوق الوش اهو. بعمله بلون مخالف بس علشان تشوفوه، لكن هو المفروض بيتخيط بلون من نفس اللون بتاعه. خيطنا الأستك، هنبدأ نقفل الجناب كلها. هنقفل الجنب كده، كده الجيبة يا جماعة خلصت. يا رب تعجبكم وان شاء الله تقدروا تنفذوها بسهولة، وان شاء الله هنتقابل في فيديوهات تانية جديدة. كانت معاكم مدام أسماء، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.